أستاذ محمد السعيد، تكلمنا عن الثقافة، الثقافة في المملكة العربية السعودية. أنت بتتكلم عن القصيم وأنت من القصيم، أهل الرياض، أهل جدة، أهل أبها، غيره، كل مناطق المملكة ثقافات متعددة. بس أنتوا بينكم لاحظت في حاجات قريبة من العلاقة، في علاقة يعني تربطنا بحتة من السودان في أي منطقة من اللي أنا ذكرته. يعني أنا بقول جدة وبور السودان، جدة وبور السودان يشبه بعض، حتى في يعني أهل، يعني في جذور يعني. في روابط كبيرة صراحة بين الشعبين، يعني كل السعودي يندمج يعني بسرعة مع المجتمع السوداني والعكس صحيح. فأنا أشوف فعلا فيه ارتباط روحي يعني بين في الثقافة، في حاجات تشبه بعض اثناء وجودك أنا يعني. مش متعمق بالثقافه، يعني ايش الثقافات الموجوده بالسودان سواء اشياء شعبيه لكن بالسعوديه من خلال رؤيتي للاخوان السودانيين في فعلا اندماج كبير يعني بين الطرفين. يعني بمناسبه التعليم انا قرات قصه وفيديو مقطع فيديو قبل فتره عن مجموعة طلاب درسهم معلم أستاذ سوداني قبل 40 سنة تقريبا، بحثوا عنه في السودان وزاروه وشكروه من باب رد الوفاء. يعني كانت قصة جميلة ومقطع جميل أثار الإعجاب يعني، فالله يديم المحبة. صح، شفناهم يعني. شفناهم